بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ويطعمون. ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إشباع جوعة المؤمن أو تنفيس كربته أو قضاء حاجته. وفي الآية الشريفة من سورة الإنسان، والتي هي مدار بحثنا في هذه الحلقات، قال تعالى: ويطعمون، مستخدما بذلك صيغة الفعل المضارع التي تشير إلى الاستمرارية والتجدد في القيام بالفعل بإرادة واختيار والتفات إلى عظمة هذا الفعل المتمثل بالإطعام، خاصة أحبتي المشاهدين إذا اقترن هذا الفعل بالنية الخالصة لوجه الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعلى الرغم من الحاجة والفاقة إلى الطعام، بذله آل محمد على أشخاص لا يعرفونهم، بل حتى لم يسألوهم ألا أي خلفية ينتمون، وحتى دون النظر إلى كونهم مسلمين أم لا. وذلك أحبة المشاهدين درس لنا في العطاء لا يعلم فضله إلا الله سبحانه وتعالى. فهل لنا أن نستفيد ونغتنم هذا الشهر المبارك لنكون من أصحاب العطاء؟ وقد تحدثنا في الحلقة الماضية أحبتي المشاهدين حول عظمة ما قام به آل محمد عليهم السلام وأهمية هذا الفعل، خاصة في مجتمعاتنا اليوم. قبل أن نكمل الحوار في هذا الموضوع، اسمحوا لي أحبتي المشاهدين أن أرحب بضيفي في هذا البرنامج، الباحث والكاتب والمؤلف سماحة السيد حسين نجيب محمد. أهلا وسهلا سماحة السيد، تقبل الله أعمالكم. سمعت سيدي، يعني بالعودة للاستفادة من مضامين الآية الشريفة التي وردت في سورة الإنسان، هناك سؤال من ثلاثة أجزاء، وبغض النظر طبعا عن الجانب التشريعي في الموضوع: لماذا نطعم؟ متى نطعم؟ وكيف نطعم؟ هو هذا سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية الإطعام للفقراء، صحيح، للمحتاجين، للجياع، لأنه الهدف من الإطعام هو هدف إشباع جوعة الإنسان، صحيح، لأن الجوع كافر كما يقال، فالإطعام هو إشباع لهذه الحاجة. نعم. بما لها من بعد آخر، اللي هي التواصل الاجتماعي، التقارب الاجتماعي، اللي هي تخفيف من المشكلات الاجتماعية اللي تتنم عن الجوع. نعم. فلذلك عندما نعدد من نطعم، على رأس الأولويات هو إطعام الفقراء. وهذا الهدف الأساسي من التشريع، من تشريع الصوم، ملاحظة الجانب الاجتماعي، وهو أن الصائم يستشعر ألم الفقير المحتاج الجائع، فيشعر به بهذه الحالة، عندما يجوع الصائم يستشعر حالة الآخر فيعطيه. هذه الفكرة الأساسية من الصوم. نعم. وهذا الذي يراد منها أن تصل إلى المجتمع. بالواقع الاجتماعي، عندما يتحول الإطعام إلى إطعام للأغنياء وغير المحتاجين، وإلى مجرد مظاهر اجتماعية، فأدنى روحية الصوم والهدف الأساسي. ولذلك ورد بالروايات، عندما يدعو الإنسان الآخر إلى الإفطار عنده في شهر رمضان، أن لا يخصص طبقة دون طبقة، فليدعو الفقير والغني. حتى ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله: شر الطعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنها الجيعان. يعني غنيهم مدعو فقيرهم مشروع. نعم. نعم. اليوم بالواقع الاجتماعي، صحيح، المآدب التي تقام عادة يدعى إليها الأغنياء، صحيح، ويستثنى منها الفقراء بشكل واضح. هذا بيقول النبي صلى الله عليه وآله، هذه لا بركة فيها، لا بركة في هذا الطعام. في سباق سمحت السيد، أنا دعوت فلان وفلان إلى مأدبة الإفطار وحضروا عندي. بالضبط. صحيح. بالضبط. ويقول أيضا: يكره إجابة من يشهد وليمة الأغنياء دون الفقراء. جميل. يكره إجابة، يعني إذا إنسان دعاك وأنت تعلم أن هذه المأدبة خاصة للأغنياء دون الفقراء، يكره أن تستجيب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام علي، بعث برسالة إلى عثمان بن حنيف اللي كان وليه على البصرة، حيث دعي إلى مأدبة منع منها الفقراء، فكتب إليه كتاب أما بعد
يا ابن حنيف فقد بلغني أنك دعيت إلى مأدبة فأسرعت إليها، إلى آخره، فيها تقريع أنه كيف صحيح. تستجيب وأنت بمقامك، كيف تستجيب لدعوة يمنع منها الفقراء. فإذا أولا الهدف الأساس هو دعوة الفقراء، إطعام الفقراء، وهو ما ورد فيه بالروايات. يعني إذا بنحكي عن فضيلة الإطعام، ثواب الإطعام بشهر رمضان المبارك، أول ما ينصرف إلى الفقراء. جميل. وهذا لا يعني أنه يستثنى الآخر، يعني جارك، صديقك، قد يكونوا من الأغنياء، ما مشكل. نعم. لكن الثواب الأساس هو للفقير بعدين بالمراحل. ما هو صاحب الحاجة الأساسية. نعم. هو الفقير. نعم. وذلك مثلا ورد ومن ضمن الفوائد الاجتماعية الأخرى أنه حتى الأغنياء يدعى أو لا. نعم يدعى. لكن قلنا بالأساس هو الفقير. ذلك ورد، قال الإمام الصادق لأحدهم: ما منعك أن تعتق في كل يوم نسمة؟ قلت: لا يحتمل مالي ذلك، أنه أنا كل يوم بدي أعتق رقبة في سبيل الله، ما بقدر، موضوع مكلف. نعم. قال: تطعم كل يوم مسلما. قال له: أطعم مسلم فكأنك تعتق رقبة في سبيل الله. قلت: موسرا أم معسرا؟ كان فقير ولا غني؟ فقال: إن الموسر قد يشتهي الطعام. إن الموسر قد يشتهي الطعام. بمعنى ليس فقط الفقير هو الذي يشتهي الطعام، أحيانا الموسر الغني يشتهي الطعام مثلا عندك. صحيح. في بيتك. يعني يمكن الغني أحيانا بيتمنى أكل الفقراء، إذا كان إنسان فقير يمكن بيتمنى يأكل عنده. صحيح. فما بيمنع أنه أيضا لك الثواب إذا أعطيت الغني. نعم. إذا أطعمت الغني قد يحضر هذا الغني بوقت الطعام، سمحت السيد. نعم. كمل أيضا ففيه أجر. هذه واحدة من الأمور. نعم. اثنين، الأرحام. وهون أيضا من الروايات اللي بتأكد على أنه ثواب الإنفاق، ثواب الأطعام وغيره، ينبغي أن يكون للأرحام قبل غيرهم. فقد ورد في الحديث: لا صدقة وذو رحم محتاج. صح. لا صدقة وذو رحم محتاج. وهذه ليش منقوله نحن بشهر رمضان بالخصوص؟ أخ حسن، لأنه كما نرى في شهر رمضان بعض الأشخاص يتصدقون على جمعيات، يرسلون أموالهم إلى مؤسسات، إلى أشخاص معينين، ونرى في بيوتهم من أرحام يحتاج. من هو أحوج، عنده إخواته، عنده خالاته، عنده عماته، عنده أقربائه، هذا بيكون عم يتصدق إلى الآخر ويرى بنفسه أنه أنا عم أتصدق. لا، لك الإسلام ابدأ بأرحامك. لذلك نحن بنعرف بزكاة الفطرة. نعم. يمنع تنفق في البلد، يمنع انفاق الصدقة زكاة الفطرة بخارج البلد. على هالقاعدة، قاعدة انه ابدأ بأرحامك. فإذا الإطعام للفقراء والأرحام. وكلما كان من الأرحام كلما كان أفضل، يتيما كما يقول القرآن، يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة، انه من أيتام من أقربائك ففيه الأجر أكثر من غيره. ثلاثة، الجيران. فعن النبي صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. انه خيك جارك وهو في هذه الحاله وانت شبعان، بيقول النبي ما آمن بي. هذا اسلام واسلام ناقص. وورد ايضا: من منع الماعون جاره. هلا شو يعني الماعون؟ نحن بنعرف بالقران في سوره الماعون، يمنعون الماعون. الماعون شو معناتها؟ الماعون هي الشيء القليل من الطعام. يعني مثلا جارك احيانا بيقول لك اعطيني رغيف خبز حامضة مثلا، شوية ملح، بيكون ناقص عنده بالبيت. بقول لك هذا الشيء المعون. هذا منعه هو أشد البخل، لأنه ما له قيمة. صحيح. فبيقولنا بيصلي وقال: من منع المعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة. فأنت جارك حين قد يطلب منك الأشياء البسيطة، عليك أن تطعمه أو تعطيه إياه، حتى أن تبادر إلى إرسال بعض الأشياء التي تعلم أن جارك يحتاجها كمان ولو. نعم. كانت قليلة. يعني هو كالعادات القديمة اللي كانت. صحيح. موجودة بمجتمعاتنا، أنه أي إنسان إذا أراد أن يأكل من الطعام كان يرسل. صحيح. جزءا منه إلى جيراني. هذه العادة كانت متبادلة، والجيران يبادلون بعضهم البعض. كانت بشهر رمضان وبغير شهر رمضان هذه العادة موجودة. صحيح. بكل القرى والمجتمعات القديمة. وهذا ما نحتاج إلى العودة إليها والتأكيد عليها. صحيح. نعم. ذلك بيقولوا انه بركه الطعام في الاطعام، انه انت من الاداب الاسلاميه انه قبل ان تاكل في بيتك تصدق على جارك ولو بشيء قليل. تحل البركه. نعم. هذه من الروايات اللي ورده وتاكد عليها ايضا. نعم. اطعام كل الناس على اختلاف اديانهم ومذاهبهم.
بغض النظر من هو، انه الامام علي درس نستفيد من الايه الروايه انه احد الائمه عليهم السلام يوم الصادق راى نصرانيا سقط على الارض من شده الجوع، فقيل له هذا نصراني انا تصدق عليه؟ فقال عليه السلام نعم، حتى لو كان، لانه هذا انسان لكل كبد حره اجر. صحيح. السيد المسيح سلام الله عليه المعروف انه كان يفط الخبز الى السمك في الماء، يقولوا هذا حيوان، قال لهم لكل كبد حرة أجر. سنتحدث عن نعم. هذا النوع. فإذا الإطعام لا يختص لا بمذهب معين ولا بأشخاص معين، الإطعام على كل إنسان مهما كان حاله، لكن الأساس والأفضل والأولى هو إطعام نعم. المحتاجين والفقراء. طيب سمعت سيدي، يعني السؤال كيف نطعم؟ نعم. الألية التي نطعم بها هذا الفقير الجار الرحم، كيف هي الألية التي يمكن أن نطعم من خلالها؟ نعم. أولاً لابد من الحكمة في الإطعام، بمعنى أن أراعي حاجة الآخر، ما هو حاجته، ما هي حاجته. قد تكون الحاجة هي مال، قد تكون الحاجة هي طعام، بمعنى قد تكون غير ذلك، بمعنى أحيانا بعض الأشخاص إذا أعطيتهم مال قد يصرف هذا المال في غير محله. تعطي رجل مال تقول له هذا إلك ولا عائلتك، يروح بيصرفون على نفسه ما بيعطي عائلته. فمن الحكمة أن لا يعطى المال، من الحكمة أن يعطى الطعام، لأنه بالطعام أكيد حيصرف على عائلته. هون لابد من مراعاة هالمسألة، لأنه كثيرا ما نقع فيها من مشكلة اجتماعية. فالحكمة تقتضي هل أعطيه مال أو أعطيه طعام. قد الحكمة تقتضي أن لا أطعمه مباشرة. ليش؟ لأنه في بعض الأشخاص عنده عزة نفس، ما بيقبل أنك تدعي على طعام. صحيح. يقول لك أنا فقير، يعني عم يدعوني تحت عنوان فقر، فإذا أنا يعني عزة نفسي ما بتقبل. فهون الحكمة إنه ما قال له تفضل على الطعام، حتى لا تبذل مأوجه، حتى لا أبذل مأوجه، فببعث له مال أو ببعث له طعام مثلا. ذلك مثلا حتى موضوع الأيتام، موضوع الأيتام لابد أن تراعى الحالات النفسية للأيتام. صحيح. إنه هذا اليتيم هل من الحكمة أن أدعوه إلى بيتي وأطعمه؟ يعني بعض الأشخاص مثلا بيدعو 10 أيتام إلى بيوتهم. موجودة هذه العادة. موجودة العادة. الحمد لله. هذه قد أحياناً فيها سلبيات. قد. ليش؟ لأنه هذا ممكن بيشعر إنه هو إنسان له حالات خاصة بالمجتمع. صحيح. بيشعر ب ممكن يشعر بلوعة فقد سماحة السيد، بإهانة نعم. أحياناً. فدعوته على بيته لا، قد لا تقتضي الحكمة إنه أعملها، لأنه فيها إهانة ومذلة. أحدهم الإمام الصادق بيقول لأحد الأشخاص، بيقول له أنت تهين المسلمين، تذل المسلمين. قال له كيف ابن رسول الله؟ قال له ألا تدعوهم إلى بيتك لأخذ الزكاة؟ قال له بلى. بيبعت وراهم، بيجوا لعندي على البيت بعطيهم زكاة. قال له أنت عم تذلهم، عم تهينهم، لأنه جاي على بيتك عم يستشعر بالإهانة والنقص. أحيانا يقتضي لا، أنه ارسل له إلى بيته أو أذهب أنت بعزة نفس أكثر. فمن الحكمة تقتضي أين وكيف أضع هذا المال؟ بعطيه مال مباشرة ولا بعطيه طعام؟ وإذا بدي أعطيه طعام بدي على بيتي ولا ببعث له يون على البيت؟ هذه الأمور ينبغي أن يتوقف كل شخص بحسبه. كل شخص بحسبه. نعم. طيب سمعت سيد، أيضا بالعودة إلى السؤال، يعني متى نطعم؟ أنا أيمتى أطعم هذا الشخص؟ يمكن أنا أكون بظرف غير مسموح. نعم. ألف الروايات طبعا ذكرنا في حاجات، في حالات يعني هي حالة الفقير اللي بحاجة. في موارد لا مستحبة، تدخل ضمن عنوان الإطعام المستحب. لو مثلا عندنا بالأحاديث أنه إذا عند التزويج يستحب الإطعام، عند بناء المنزل يستحب الإطعام، عند الولادة، عند الختان، جميل، عند العودة من السفر، من الحج، من الزيارة، أيضا يستحب الإطعام. هذه من الموارد اللي تذكر أيضا فيها استحباب الإطعام. إذا في هذه الحالات، في موارد وجب إن شاء الله سنتحدث عنها. وفي حالات هي أيضا تدخل ضمن العلاقات الاجتماعية، هي فيها تقارب. جميل. أنت عندما تدعو المؤمنين إلى طعامك، يعني هي عبارة عن جلسة أنس، ولم هي مش عن حاجة إلى الطعام، هي عن جلسة أنس. نعم. فذلك هون أيضا من هذه الموارد اللي تذكر باب الاستحباب. سمعت سيد، إذا أردنا أن نعدد هيك أخلاقيات الإطعام، شو فينا نقول هيك باختصار من باب التعداد على لهذا الموضوع؟ في موضوع أخلاق وأدب الإطعام. نعم. حتى لا يكون هناك إدخال أذية أو منة على الفقير المحتاج أو على غير المحتاج، ينبغي أن يراعي الإنسان الأداب والأخلاق الاجتماعية في إطعام الآخرين. أولا عدم الأذى والمن،
عدم الأذى والمن. نعم. هناك فرق بين الأذى وبين المن. المن أنك عندما تطعم الإنسان تمنن عليه، بتقول له أنا أطعمتك، وقد ما تمنن عليه لإله نفسه، قد تمن على عائلته. يمكن تجي وقت تقول أنا للأولاد مثلا كنت أطعم أبيكم، هون المن مش على نفس الشخص، صحيح. صار المن على أولاد. هذا المن مرفوض، ولا تمنن تستكثر. جميل. المن لا على الشخص ولا على أحد يتعلق به، هذا المن. الأذى أن يعطيه الطعام ويؤذيه، يعني يعطيه الطعام بطريقة فيها إهانة، أو يسمعه كلمات نابية، أو يقول له أنت لا تستحق. هذا الفرق بين المن وبين الأذى. وعادة الناس بالتعامل مع السائل، سمحت السيد، قد تعطيه ولكن بعد أن تسبب له حرج كبير وأذيه. بالضبط. فعدم العطاء صار أفضل من العطاء. عدم العطاء صار أفضل من العطاء بهذه الطريقة، لأنه بهذه الطريقة أنت عم ترتكب محرم. جميل. العطاء فيه محرم. نعم. فكلمة معروفة وصدقة طيبة أفضل من من يتبعه أذى، كما في مورد في معنى الآية المباركة. نعم. هذا أولا، عدم المن. ثانيا، التلقيم لمن حولك. التلقيم لمن حولك، عندما تكون في مجتمع وأنت تدعو الناس إلى الطعام، بقولوا من المستحبات أنك تطعم من حولك، أن تضع اللقمة في فمه. مثلا نجد عن النبي صلى الله عليه وآله إذا أكل لقم من كان حوله. جميل. وهون في رواية أيضا تقول النبي صلى الله عليه وآله يعدد الصدقات، بيقول الصدقة على كذا على كذا، بيقول والصدقة اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته. جميل. ومن باب أبواب الصدقة المتيسر دائما. هون إطعام. نعم. شوف هون إطعام، أنت عم تطعم نفس، لكن أنت عم تعطيه معنى نفسي، مش عم تعطيه معنى جسدي. صح، أنت عم تعطي ابنك اللقمة أو زوجتك عم تعطيها اللقمة، هي حاجة جسدية. صحيح. لكن عم تعطيها حاجة معنوية أكثر من حاجة بالطريقة التي تقدمها. نعم. ولذلك صار أفضل الصدقات اللقمة تضعها في فمي زوجتك أو في فمي ولدك، لأنك عم تعبر عن محبة، عم تعبر عن انسجام. نعم. هذه كمان من المسائل المهمة اللي طبعا هذه صارت نادرة بالعلاقات الاجتماعية والأداب، بعض الناس لا يتقبل هذا الموضوع. سمعت. مهم جدا. نعم. نعم. هذا أيضا من الأداب. نعم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، من لقم فم أخيه لقمة حلو لا يرجو بها رشوة ولا يخاف بها من شره. ما عنده هدف أنه أنا عم ارتشي، أنا عم اتقرب منه، ولا يريد إلا وجه الله، صرف الله عنه بها حرارة الموقف يوم القيامة. جميل. تصور أنت هاللقمة الصغيرة اللي هي عبارة عن أنك أنت عم تعطي قطعة حلو إلى أخيك المؤمن، عم تحطها بفمه بهذا. صحيح. المعنى هذا الإطعام، قيمة لها. هذا الإطعام بما يستبطن من محبة. صحيح. من تعبير عن محبة. نعم. هذا أيضا من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن يلتفت إليها. حفظ ماء الوجه، خاصة للسائل. حفظ ماء الوجه، الإمام الرضا سلام الله عليه كان عندما يأتيه السائل كان يعطيه أحيانا، يقول له اكتب على الأرض حاجتك، أو اكتب في رقعة في ورق. نعم. ليش؟ يعني أنت اليوم مثلا عند مجتمعنا بيقول لك أنت لازم تروح تقدم طلب، يمكن هو وضعه ما بيناسب، عندي على المكتب، أو تعالى عندي على وضعه ما بيناسب أنه يروح. شوف الإمام بيقول له لا، اكتب على الأرض أو اكتب في ورقة. لا، بيقول بيعلي الإمام سلام الله عليه، بيقول حتى لا أرى في نفسه ذل السؤال وأرى في نفسه عزة المسؤول. يعني أني هون عم ربي نفسي، عم انتبه لنفسي. صحيح. نفسي قد تستشعر حالة العز، أنه هو له بده مني حاجة، وبنفس الوقت بعيش حالة المذلة. فالإمام يراعي هذه الحال، أنه أنت عندما تطعم الآخر أن لا يكون فيها أي مذلة ولا إهانة. والإسلام دائما ما يراعي هذه الجوانب سماحة السيد. نعم. نعم. أيضا من المسائل الخطيرة جدا هي عدم الإسراف والتبذير، لأنه مشكلة الإطعام في شهر رمضان، وهذه مشكلة المشاكل سماحة، هي الإسراف والتبذير. نعم. فبتشوف أنت عادة في الموائد الرمضانية أكثر المأكولات ترمى في ما لذ وطاب والكل يبقى. سماحة السيد، هون المشكلة. يعني نحن نتحدث عن الإطعام، عن فضل الإطعام، عن أجر الإطعام، ومطلوب الواحد يكون كريم بموائد الإطعام، وهذا أمر يشجع عليه الإسلام، ولكن في حدود. خلينا نحكي نحن عن الحدود والضوابط. يعني هل من المطلوب أنه أنا أن أضع في مائدة الإفطار كل ما لذ وطاب ويبقى عندي الكثير من الطعام والأخر بالأخير؟ هو إشكالية التي يعيشها اليوم المجتمع الرمضاني إذا صح التعبير،
انه عم يتحول شهر رمضان الى شهر الطعام والشراب. ما فيش ضوابط سمعت السيد. شوف الحديث يقول انه الصوم هو صحه. الصوم هو صحه. صوم تصحه. والصوم هو من اهم الاعمال التي يعالج بها الامراض. لكن اليوم شهر رمضان عم يتحول الى شهر امراض. صحيح. لكثره التخمه وكثره الطعام والحلويات واللحومات والى اخره مما لذ وطاب. فاولا روحيه الصوم انفقدت، نحن قلنا الهدف من الصوم هو الجوع حتى تشعر بالاخر. طيب انت عم تعيش حاله الشبع، عم يصير عندك حاله امراض ولا تستشعر بالاخر، بل ترمي الطعام في القمامه ولا تستشعر بالاخر ولا تعطيه للاخر. اين روحيه الصوم؟ فذلك لا، بقدر الحاجه بقدر الحاجة حتى لا يقع المسلم في موضوع الإسراف والتبذير وبالتالي يقع في المحرم. موضوع محرم. يقع في المحرم. وهذا من الإشكاليات الكبيرة التي بحاجة إلى ترشيد، إلى ثقافة ترشيد. كيف نتعاطى مع موضوع الطعام والشراب في شهر رمضان المبارك؟ من المسائل الضرورية. طب سمحت السيد، يعني أيضا قد يضطر الإنسان أنه بيبقى عنده كمية من هذا الطعام بيقوم خجلا أو لأي اعتبار آخر يرميه في القمامة. أليس من الأجدى والأفضل أن يجمع هذا الطعام ويعطيه لمن يستحق؟ نعم صحيح. لمن يستحق سواء من الناس أو حتى من الحيوانات. صحيح. أو حتى وهذه الأمور سنتحدث صارت ميسرة بشكل طبيعي يعني. نعم. صار سهل. نعم. سمعت السيد، يعني بما يتعلق بإطعام الحيوان، يعني أنا أتحدث عن عنوان الإطعام بشكل مطلق لا نخص به الإنسان، يعني إطعام الحيوان هو أمر مشجع عليه في الإسلام، أمر مطلوب. يعني أن تحرم الحيوان من الطعام أمر غير جائز، صحيح أم لا؟ صحيح. كيف يعني يمكن أن نستفيد من شهر رمضان المبارك من موضوع الإطعام حتى لا نرمي ما يتبقى من هذا الطعام في النفايات في المهملات وهو موضوع غير جائز، ونطعمه لحيوان قد يكون بحاجة إلى الطعام؟ بالأحاديث الشريفة لكل كبد حر أجر. نعم. عندما كان الإمام يعطي الحيوان يقول هالعبارات، لكل كبد حر أجر. نعم. سواء كان حيوان ولا كان إنسان، كما ذكرنا أنه السيد المسيح سلام الله عليه كان يرمي بالطعام إلى الأسماك حتى الإمام علي، ويقول فيها الأجر والثواب وأتقرب بها إلى الله عز وجل. جميل. بهذا المعنى كلام الإمام علي أنه أنثر البر على رؤوس الجبال حتى لا يقال جعطير. سمعت سيد أيضا من المستحب أنه لما يقع طعام من أطراف الصحن أن تأكله، ولكن عندما تكون في خارج المنزل في البرية أو شيء ما يشبه يرمى يترك. نعم. ويرمى الحيوان. نعم. أيضا في بعض الأحاديث أن أحد المعصومين عليه السلام كان يأكل لقمة ويرمي باللقمة الثانية إلى حيوان كان ينظر إليه، فيقول إني أكره أن آكل الطعام وذو روح ينظر إليه. جميل. حتى حيوان ينظر إليه. وهذا في جانب الإمام تأديبي يعطيه الطعام. نعم. في جانب تأديد، أنا عندما أحن على هذا الحيوان قطعا سأحن على المؤمن والمسلم وصاحب الحاجة. وهي الأساس بهذه الأمور هي تربية النفس على حب العطاء. الإنسان اللي بيعطي لا ينظر إلى الطرف الآخر، هل هو مستحق أو غير مستحق، هل هو من الناس ولا من غير الناس، هل هو من المسلم ولا من غير المسلم، هو يتعاطى بروحية العطاء بشكل عام. فأما من أعطى واتقى كما يقول الله عز وجل، فأما من أعطى، العطاء المطلق لكل إنسان بغض النظر بحاجة أو بغير حاجة. سمحت السيد، يعني قبل أن ينتهي وقت هذه الحلقة، موضوع هو يتخذ الجانب التربوي، أنا كيف أستطيع أن أربي محيط الضيق، يعني على مستوى الزوجة والأولاد، على ثقافة العطاء والبذل بغض النظر إن كان إطعام أو غير إطعام، لأنه الموضوع ينسحب على بقية المواضيع اللي بتتخذ كل عناوين الصديق. كيف يمكن أن أربي عائلتي يعني على هذا الموضوع حتى تعم هذه الثقافة؟ أحدهم يأتي للإمام علي الرضا سلام الله عليه يعني. يقول ابني مريض، بيقول له كان عندي ولدان وماتوا وعندي هالولد مريض أيضا، بيقول له الإمام عليه السلام تصدق عنه، ثم قال فليتصدق الصبي بيده. نعم. فليتصدق الصبي بيده، كأنه الإمام عم يقول له لهذا الرجل خل ابنك هو مباشرة يتصدق، مع أنه هو ولد قد لا يعرف ماذا يفعل، ولكن عندما يتعلم على ثقافة العطاء، يتعود على ثقافة العطاء، ينمو على العطاء للآخر. وهذا ما نراه حتى عبر التاريخ عن أحد الكبار الوزراء، أظن الصاحب بن عباد، اللي بيقول أني اللي كان هو وزير عندما يخرج من منزله يعطي لكل الناس، بقول هذه الثقافة من أنا تعلمتها من والدتي.
أمي علمتني عندما كنت صغيرا عندما أخرج إلى خارج المنزل أن أعطي الفقير. اليوم حتى أولادنا إحنا منعلمهم بالمدارس كيف بيعطوا أصدقائهم. جميل. بالمدرسة منعلمهم كيف يعير الأشياء اللي إله لغيره. فرق ما نعلمه أنه ما تعطي ما تعير غيرك موجود خلي لنفسك ما تعطي فرق معلم بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. فإذن بيبدأ الإنسان بنفسه أولا بيهذب نفسه على العطاء والمحيط اللي حوله أولاده خاصة بينشأوا على جميل. حب العطاء حتى مجرد أن الطفل يشاهد الأب أو الأم تعطي سيتعلم ويتأثر بهذه الثقافة. صحيح. 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 سمعت سيد يعني حتى على مستوى الزوجة ببعض العائلات الزوجة تقول أنه كل يوم ضيوف هي تعمل في إعداد الطعام قد تشعر بتعب وعذاب. ما لها من الأجر إذا شاركت في هذا العطاء؟ والنبي صلى الله عليه وآله كان يحث المجتمع على الضيافة. نعم. ويقول للناس أن الضيف إذا جاء إلى المنزل جاء برزقه وخرج بذنوب أهل المنزل. جميل. كانت هي دعوة للناس من خلال هذه الطريقة على الضيافة. نعم. فكانت مثلا أحد الأشخاص يأتي إلى النبي يقول له يا رسول الله زوجتي لا تحب الضيف. النبي قال له صلى الله عليه وآله قل له إن الضيف إذا دخل إلى منزله يدخل برزقه ويخرج بذنوب أهل المنزل. جميل جدا. ذهب إليها وقال لها النبي يقول كذا وكذا ما اقتنعت. مرة ثانية النبي صلى الله عليه وآله قال له امسح على وجهها فمسح على وجهها فصارت ترى ببصيرتها. جميل. القذرات والأوساخ والعقارب تخرج من المنزل فصار أحب إليها أن يأتي إليها الضيف. وعندنا بالرواية الحث على أنه الإنسان إذا سمع بالضيف أن يفرح بحضوره. هذه من الأشياء اللي بعض المجتمعات القديمة بتشجع. كانت توقد النيران حتى بالضبط يأتي إليها بالضبط. الضيف. فالمرأة عندما تعرف أهمية هذا المعنى نعم. عندها تحب أن يأتيها الضيف سواء كان من أقارب زوجها أو من أقاربها. أحيانا هي قد أحيانا تحب مجيء أقارب أي الناس أقاربها. صحيح. دون أقارب زوجة لا عندها تحب مجيء الجميع. سمعت سيدي يعني انتهى وقت هذه الحلقة. نكمل إن شاء الله ما تبقى من حديث هذا الموضوع في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم وتقبل الله أعمالكم. حياكم الله تقبل الله الأعمال إن شاء الله. الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة. على أمل إن شاء الله أن نلتقي في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.